بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذه الآية وما تفسيرها في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآية نزلت بسبب أن جماعة من كفار مكة والمشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايتهم والتحدث معهم، بينما جاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يأتي ابن أم مكتوم في هذه الساعة، ولذلك كأنه صلى الله عليه وسلم انشغل عنه ولم يستقبله طمعا في هداية هؤلاء المشركين. الله سبحانه وتعالى عاتبه في هذه الآيات كما عاتبه في سورة عبس مع عبد الله ابن أم مكتوم، لأنه يريد بذلك استغلال الفرصة مع هؤلاء لعلهم يهتدون، ولم يستقبل ابن أم مكتوم في هذه الساعة مع حبه له تقديره له، فأنزل الله هذه الآية. ولا قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون من دون الله، وذكر هذا في موضع ثالث من سورة المائدة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه، قبلها يقول: ولا تطرد الذين يدعون من دون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه وكان أمره فرطا. هذا في سورة الكهف. في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين آمنوا، وأما هؤلاء فإنهم وإن جاءوا وإن لا يستجيبون، لأن الله حكم عليهم بالضلالة لإعراضهم وتكبرهم وعن الهداية. فالرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا عاتبه ربه في هذه الواقعة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو إبراهيم: بالنسبة للشفاعة، هل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع أمته وكيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات: الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، وهذه لأمته ولغيرهم، وذلك إذا طال المحشر وشق على الناس، تقدمون إلى الأنبياء أولي العزم، تقدمون إلى آدم أولا أن يدعو الله لهم،
أن يريحهم من هذا الموقف، موقف الحشر إلى الحساب. فآدم عليه السلام أحالهم على غيره من أولي العزم، أحالهم على إبراهيم، على نوح، أحالهم على نوح عليه السلام أول الرسل فاعتذر، وأحالهم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أحالهم إلى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم اعتذر، وأحالهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم سجد بين يدي ربه حتى وبقي ساجدا يدعو ربه حتى قال الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويطلب من ربه أن يريح أهل الموقف للحساب، لأنه طال عليهم الوقوف حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويشتد عليهم العرق، فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من يأخذ من جسده ما يأخذ من طول القيام وشدة الحر، فهو موقف صعب. فهم يتقدمون إلى أولي العزم من الرسل وهم خمسة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى هؤلاء واحدا واحدا، كل منهم يدفعهم إلى الآخر لعظم الموقف وشدة الهول، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى، وهي للمؤمنين والكفار، الشفاعة العظمى لكل الناس، وهي المقام المحمود الذي قال الله له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة العظمى. نعم. أحسن الله إليكم. أحد السائلين يقول: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة في المسجد، ولكن إذا صلى في البيت أجزأه ذلك. الكلام فيه فرق بين قوله أجزأه ذلك وبين قوله ليست واجبة. إلا واجبة، بنيت لها المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس الغائبين عليه الصلاة والسلام، يدل على وجوبها، والأدلة على وجوبها كثيرة، منها هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها وتفقد من يتخلف عنها، ووصفه بالنفاق، وصف من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بالنفاق والعياذ بالله، يعني النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، وقد يكون النفاق الاعتقادي أيضا، لكن من يتخلف عنها من المسلمين وهو ليس منافقا فهذا نفاق عملي. فعلى من يتهاون بصلاة الجماعة أن يتوب إلى الله وأن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين، لكن لو تركها وصلى وحده أجزأته صلاته، ولكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. نعم. إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ الداخل لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فات، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يأتي به بعد الإمام فهو آخر صلاته، هذا هو القول الصحيح. فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن معها فيما أدركه مع الإمام. نعم. المصلي يا شيخ إذا دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إن كان يعلم
أن هناك جماعة قادمون فإنه ينتظر، أما إذا كان لا يعلم فإنه يدخل مع الإمام ولو قبل السلام ليدرك فضل المتابعة. نعم. ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة في الركعة الثانية؟ يكملها خفيفة، يخففها ويكملها خفيفة ويلحق بالإمام، لا يطول فيها. نعم. وإذا كان في الركعة الأولى في النافلة؟ إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى، نعم، فإنه يخرج منها ويدخل مع الإمام في صلاة الجماعة. أما إذا كان في آخرها وبإمكانه أن يكملها ويلحق بالإمام قبل أن يركع فإنه يكملها. نعم. يا شيخ، إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ لا، يدخل معه، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم ينحط للسجود ويسجد مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال، فليكن معه في تلك الحال. نعم. هذا سائل يقول: الملاحظ على بعض المأمومين مسابقة الإمام الشيخ في مثل هذه الحالة، هل تبطل الصلاة؟ مسابقة الإمام إذا لم يأتي بما سبقه به بعد الإمام فإنها تبطل، كما لو ركع قبل الإمام واستمر فهذا تبطل صلاته. أما لو أنه رجع ولما سابق الإمام تراجع في ذلك، رفع من الركوع وركع مع الإمام، سجد قبل الإمام يرفع ويسجد مع الإمام، إنه استدرك. نعم. يقول السائل: بالنسبة لصلاة المفترض، هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض؟ كلا الأمرين يجوز. أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه بعض الصحابة ثم يخرج ويصلي بقومه، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول ثم يذهب ويصلي بقومه، فدل هذا على جواز صلاة المتنفل، لأن الصلاة الأولى مع الرسول هي الفريضة، ثم يخرج ويصلي بقومه، هم مفترضون وهو متنفل، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك صلاة المتنفل خلف المفترض، يجوز أن يصلي نافلة خلف المفترض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. في البيوع يقول سؤالي: التورق وبيع العينة، ما مثالهما وأيهما المجاز؟ التورق هو أن يحتاج إلى نقود وليس هناك من يقرضه قرضا حسنا، وهو محتاج إلى النقود، فهذا يجوز له أن يعمل العينة، أن يعمل التورق، ما هو العينة، يعمل التورق. نعم. وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها ويقضي حاجته من ثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لمن باعها عليها للدائن، ولا يجوز للدائن أن يشتريها إذا باعها بثمن مؤجل، فلا يجوز له أن يشتريها لأن هذه هي العينة، رجع إليه عين ماله، فلا يجوز هذا، يشتريها غيره. نعم. هذا السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: يا شيخ، يوجد في مسجدنا مصاحف كثيرة وكذلك حاملات مصاحف، إلا أنها لا تستخدم،
فهل يجوز لنا أن ننقلها إلى مسجد آخر بحيث يتم الاستفادة منه؟ إذا كان فيه مصاحف زائدة عن الحاجة تراجعون وزارة الشؤون الإسلامية ولا تتصرفون من عندكم، هذا من شأن الوزارة، تراجعونها وهي تأخذها وتصرفها إلى مسجد آخر. نعم. يقول السائل: هل يشرع لإمام المسجد إذا أراد أن يعلن عمن سيصلى عليهم صلاة الجنازة أن يذكرهم حسب الترتيب أمامه، أو المشروع أن يذكر الكبار من ذكور وإناث ثم الصغور؟ لا يذكر أحدا، وإنما يقول صلوا على الجنائز، يقول هو أو المؤذن، ويصلون عليهم جميعا ويكفي هذا عن قول صلي على الجنائز فلان وفلان وفلان، لا ما يسميه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا لبست المرأة اللثام على وجهها وفوق اللثام لبست خمارا ساترا وكانت محرمة، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، حرام عليها، فتغطي وجهها بدون لثام، تغطي وجهها بالخمار الذي على رأسها، فكما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يكون عليها خمار أو يكون لها جلباب أو جلال كبير، فتغطي وجهها عن ولو هي محرمة تغطي وجهها عن الرجال، فإذا راح الرجال كشفت عن وجهها. نعم. أبو عبد الملك يقول: يا شيخ، أحضر إلى المسجد وقبل أن أصلي تحية المسجد أسلم على الحضور عموما، ثم إذا انتهيت من تحية المسجد أو عند القيام إلى صلاة الفرض أسلم بيدي على من عن يميني وعن يساري، هل في ذلك العمل شيء؟ يكفي السلام الأول الذي عند وصولك إلى الصف تسلم، وهذا يكفي. نعم. قول الأئمة في دعاء القنوت: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. في مقامنا هذا لا، لم يرد هذا، لا زيادة تترك، يجب تركها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا يقول في مقامنا، يشترط على الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية لم يرد هذا. نعم. يقول: اشتريت سيارة وأنا أعرف أن بها العيب الفلاني فأصلحته، ثم وجدت بها عيبا آخر لم أعلم به فرددت السيارة على البائع، هل يجوز لي أن أنا المشتري أن أطلب البائع بقيمة ما أصلحته من العيب الأول؟ إن أعطاك هذا الحمد لله، وإذا لم يعطك فهذه خصومة تنتهون إلى المحكمة وتنظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هو التوسل الجائز وما هو التوسل الممنوع، وحكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل هو التقرب إلى الله، والوسيلة هي القربة والطاعة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب إليه سبحانه وتعالى. وليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا توسطه بينك وبين لا الرسول ولا غير الرسول. ما تقول أسألك بفلان، ما تقول أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تدعو الله مباشرة بدون أن تتخذ أشخاصا بينك وبينه، ولو كانوا من الأنبياء أو من الصالحين. نعم. يقول السائل: أبو عبد الله، وجدت حمامة في الشارع لا تستطيع الطيران فأمسكتها وأطعمتها أياما حتى قدرت على الطيران، فهل علي شيء؟ علي لك أجر في ذلك، لأنك أحسنت إليها، في كل كبد الرطبة أجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلك الأجر في ذلك. نعم. يقول: هل الأفضل يا شيخ أن أصلي جالسا في صلاة الليل بلا عذر وأطيل الصلاة، أم أصلي قائما مع قصرها؟ إذا كان مالك ما هنا عذر عن القيام فيجوز أن تصلي قاعدا، لكن لك نصف أجر القائم.
أما إذا كنت عاجزا عن القيام لمرض ونحوه فلك الأجر التام، لك أجر القائم. نعم. يقول: أنا مقيم في بلد ووكلت أخي في بلدي أن يخرج عني زكاة الفطر، لكن البلد الذي أنا مقيم فيه قد دخل شهر شوال قبل البلد الذي فيه أخي، هل يجوز إخراج أخي عني الزكاة؟ نعم يجوز، لأن الصحيح أنه يجوز إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس بذلك. نعم. وبالنسبة للأب شيخ صالح، هل يجوز له أن يعطي الإبن من الزكاة لسداد دينه الذي عليه، علما بأن الدين الذي على الإبن إنما هو للأب؟ لا، هذا ما يجوز، ولا يجوز أن يعطيه ليسدد له، هذا بعد مانع آخر. الصدقة إنما تكون لوجه الله، يعطيها إياه وهو يتصرف فيها، أما أن يشترط عليه أن يردها عليه وفاء دين هذا ما يجوز، وليست هذه صدقة، هذه محاولة لاستخراج الدين، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده. نعم. يقول السائل يا شيخ: هل يحرم شراء الهبة كما يحرم شراء الصدقة؟ وهل إذا رجعت على الهبة من قبل الموهوب له بهبة منه أو ميراث أو صدقة يحل لي قبولها؟ العودة في الهبة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حتى ولو اشتراها منه ما يجوز أن يعود فيها ولو بالشراء، لأن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا ليجاهد في سبيل الله، فهذا الذي أعطي لم يحسن إلى الفرس وتقصر في حق الفرس، فأراد عمر أن يشتريه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة ما يقدمون على شيء حتى يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك غيرهم لا يقدم أحد على شيء وهو جاهل حتى يسأل العلماء، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أعطى رجلا فرسا ليحمل بها في سبيل الله فأضاعها، هل يجوز أن يشتريها منه؟ قال: لا، لا تعد في هبتك، ولو باعها بدرهم لا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.